الرز في الدماغ مش نقدموه في شهر رمضان ان شاء الله. عنا نحطوا زيت بعد ما يسخن الزيت نحطوا الكمون بعد ما يتحدى المول بتاعنا يدخل شوية ثوم نحطوا في الماء اللي عنا المطور من الشباب شوية كرمات نكبوا زيت نكهة خلوه يدور بعد ما يتخلق النار بتاعنا ونخوض مرتب بالماء حطوا شوية ملح مش قشر شوية كمون حط الرز بتاعنا خلي يغلي شوية بعد ما يغلي حطه في الكوشة ربع ساعة كوشة حتى يحضر لنا الرز بعد ما تجمد الرز نتاعنا في الكوشة ربع ساعة نخرجوه ونتخمو الصحن نتاعنا Thank you.